الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة تسأل عن حكم المظاهرات والاعتصامات في إقامتها وعن حكم الدعوة إليها في بلاد المسلمين. المظاهرات ليست من عمل المسلمين ولا عرفت في تاريخ الإسلام، والاعتصامات هذه من أمور الكفار وهي فوضى لا يرضى بها الإسلام، هذه من الفوضى. الإسلام دين انضباط ودين نظام وهدوء، ما هو دين فوضى تشويش، فلا تجوز المظاهرات ولا الاعتصامات. نعم.